جدد ناشطون التنديد بالقصف الإماراتي على قوات الجيش الوطني في نقطة العلم نهاية أغسطس من العام 2019، وفي الذكرى الخامسة للجريمة دعا الناشطون إلى محاسبة مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة، مؤكدين أنها لن تمحى من ذاكرة اليمنيين. وطالب الناشطون برفض كل محاولات التدخل الأجنبي في البلاد واستمرار متابعة قضية قصف قوات الجيش من قبل الطيران الإماراتي.